رأى عبد المطلب رؤيا، جاء رجل في المنام وقال له احفر برة، ذهب هذا الرجل عنه. في الليلة القادمة قال احفر المضنونة، قال ومن المضنونة؟ انصرف عنه هذا الهاتف في الرؤيا. ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة قال له هذا الهاتف في الرؤيا، قال احفر زمزم، قال وما زمزم؟ ثم ساق له كلاما طويلا في جملته: لا تذم عند نقرة الغراب الأعصم ما بين الفرث والدم. هذا هو المفتاح لتفسير الرؤيا، عند نقرة الغراب الأصم أو الأعصم. الغراب الأعصم الذي ليس فيه ريشة بيضاء أو على وجه المخالفة، هو الذي يكون في أحد طرفيه في جناحيه ريشة بيضاء، والغراب كله أسود. هذا هو الغراب الأعصم الذي فيه في طرف جناحه ريشة بيضاء. ثم قال عند نقرة الغراب الأعصم ما بين الفرث والدم، يعني في مكان في مكة تذبح فيه مثل المسلخ، تذبح فيه هذه الأنعام. فذهب مسرعا في الصباح عبد المطلب وأخذ يفتش، وفعلا وجد مكانا، لأن الغراب يأكل الجيف. فجاءوا إلى مكان وإذا فيه غراب أعصم ما بين الفرث والدم في مكان نحر البهائم أكرمكم الله. فأمر من معه أن يحفروا هنا، فحفروا فانفجرت عين زمزم. طبعا عين ماء وفي صحراء منقطعة، هذه أعظم من كنوز الذهب. فنازعت قريش عبد المطلب على هذا الماء، قال البئر بئري أنا الذي استخرجتها، ولا أعطيكم إلا ما أردت. فعندما نزعوه وشعر بشيء من الضغط الذي يمارسه سادات مكة على عبد المطلب، نذر نذرا لله أن إن رزقه الله عشرة من الولد ذكور ودافعوا عنه ومنعوا قريشا أن تغلبه على زمزم، ليذبحن أحدهم قربة لله عز وجل. وفعلا دارت الأيام، منح الله رزق الله عبد المطلب عشرة من الولد من الذكور، وبلغ مبلغ الرجال، وأحاطوا بعبد المطلب، وهاب الناس أن يتقدموه عشرة من الولد. فأراد أن يوفي بنذره، فأجرى القرعة على أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله، وكان عبد الله أحب أبنائه إليه، وكان عبد الله أحب فتيان قريش إلى قريش. وقام عبد المطلب وهم بتنفيذ نذره، هم بنحره، فوقف بنو عمومته وإخوانه وأعمام عبد الله، قال كيف تنحره؟ طيب ما الحل؟ استشاروا راهبا أو كاهنا، قال لهم يعني ضع أمامه عشرة من الإبل واقرع بين عبد الله وبين الإبل. وفعلا أقرع عبد المطلب بينه بين عبد الله وبين الإبل، كل مرة يقع السهم على عبد الله، يقول لهذا الكاهن زيد عشر، يزيد عشر صاروا عشرين، أقرع تقع على عبد الله، وهكذا في كل مرة يزيد عشر 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 حتى بلغت مئة من الإبل، فوقع السهم على الإبل، فذبح هذه الإبل وفدى ابنه عبد الله بمئة من الإبل. ولذلك صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين وابن المفديين. ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام هو جده، ورأى رؤيا إبراهيم عليه السلام أن يذبحه، وكذلك أبوه عبد الله كاد أن يذبح، فهو ابن الذبيحين وابن المفديين، لأن إسماعيل فدي بذبح عظيم بكبش، وأبوه عبد الله فدي بمئة من الإبل. فجاء الإسلام وأقر هذه الفدية التي أصبحت بعد قصة عبد الله فدية رسمية، فأصبحت الدية للمقتول خطأ أو شبه عمد أو عمدا إذا رضي أهله بالدية مئة من الإبل. بعد ذلك، بعد أن نجا عبد الله من الذبح والد النبي صلى الله عليه وسلم وشبه، أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه، فبحث عبد المطلب عن زوجة تناسب ابنه عبد الله، فوقع الاختيار على آمنة بنت وهب من بني زهرة بن كلاب، ووالدها وهب هو سيد بني زهرة،
وتم هذا الزواج بين عبد الله وآمنة. ثم بعد هذا الزواج أرسل عبد المطلب وابنه ولده عبد الله إلى تجارة في الشام، ثم عندما ذهب توفي هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حملا في بطن أمه. هذا هو الصحيح. فهو نشأ يتيم الأب صلى الله عليه وسلم، ثم حملت أمه، وكان حمله خفيفا صلى الله عليه وسلم، ورأت أمه أنها يخرج منها نور تضيء له قصور الشام، وهذه كلها إرهاصات ومقدمات لولادة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بشر جده عبد المطلب بولادته عليه الصلاة والسلام، وفرح عبد المطلب به فرحا عظيما، خصوصا بعد وفاة والده الذي كان هو أحب أولاده إليه، فأحبه جده عبد المطلب حبا عظيما وسماه محمدا رجاء أن يحمد صلى الله عليه وعليه وسلم. ويقال إن عبد المطلب قام بختانه في يوم سابعه. هناك رواية تذكر بأنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، وهي غير صحيحة. حتى هذه التي فيها أن عبد المطلب ختنه فيها كلام في إسنادها، لكن أهل العلم يقولون يستأنس وتقوى هذه الرواية لأنها توافق الأصل والعادة التي كانت عند العرب، أنهم كانوا يختتنون، هذا هو الأصل يعني. لذلك ختنه جده عبد المطلب في يوم سابعه صلوات الله وسلامه عليه. كانت حاضنته أم أيمن، واسمها بركة الحبشية، وهي مولاه لوالده عبد الله، فكانت هي حاضنته، هي التي تقوم على شؤونه عليه الصلاة والسلام. أما رضاعه فكان أول من أرضعته بعد أمه آمنة ثويبة، وثويبة هي مولاة أبي لهب، وأبو لهب هذا الخبيث المخبث المجرم هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. قد كان من أشد الناس فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قدم هذه المرأة، بل أعتق هذه الجارية فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما أقرأت ما كتبه أحد الناس الذين ينتسبون إلى العلم الشرعي، وهو أستاذ دكتور في إحدى كليات الشريعة، وهو يروج لجواز الاحتفال بالمولد النبوي، فقال الدليل أن أبا لهب أعتق جاريته فرحا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة هذه، كارثة. هل يكون أبو لهب قدوة لنا؟ الشاهد أن أبا لهب كان من أشد الناس فرحا، وهذه ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت قبله حمزة عمه بن عبد المطلب أسد الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، أرضعته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أرضعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ولذلك تعلمون عندما جاء العباس بن عبد المطلب بعد يعني في المدينة بعد مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعرض ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فقال لا تحل لي، أبوها أخوي من الرضاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل محارمك من النسب يقابلها من الرضاع. فحمزة عمه وأخوه من الرضاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت عادة العرب أيها الإخوة والأخوات الفضلاء أنهم إذا أتاهم مولود فكانوا يلتمسون المراضع لأولادهم في أهل البوادي. فسبب التماسهم لأهل البوادي لأن أهل البادية يكونون أبعد عن الأوبئة والأمراض من أهل الحاضرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن أهل البوادي تقل فيهم العجمة واختلاط اللسان العربي، فهم أسلم ألسنة
لأن اختلاطهم بغيرهم من غير العرب قليل بخلاف أهل الحاضرة، تأتيهم القوافل من البلاد المختلفة فيختلطون من الشام، من اليمن، ربما من فارس، ويمكثون عندهم. فكثرة الاحتكاك مع غير العرب تؤثر في لسانهم إلى يومنا هذا. تجد أن أهل الحاضرة مثل إحنا الآن كلامنا مهجن، كوكتيل كلمات هندية على فارسية على، بينما أهل البادية تجد أنهم أن ألسنتهم لا تتطرق إليها العجمة، فهم أفصح ألسنة من أهل الحاضرة، بالإضافة طبعا إلى الكرم والشجاعة والفحولة والفروسية، هذا مشهور، وكتبت فيه أشعار ونظمت فيه قصائد كثيرة وقصص أكثر من أن تحصى. لذلك كانوا يحرصون على أن يدفعوا بأبنائهم من الحاضرة إلى البوادي. تأتي المرضعات من البوادي إلى الحاضرة لتختار الرضع، فيرجعن بهن إلى ديارهن وإلى بواديهن مقابل يعني مبالغ مادية. فجاءت مجموعة من النساء من ديار بني بكر من هوازن ليخترن رضع لهن من مكة، وكانت سنة جدب وقحط عظيمة، قطع الماء، أجدبت العيون، قل الزرع، جف الضرع في الماشية. فأتت النسوة، من جملة النسوة التي أتت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من ديار بكر من هوازن، من بني سعد بن بكر بن هوازن، فهي السعدية نسبة إلى سعد بن بكر بن هوازن. هذه حليمة جاءت وزوجها عبد الله بن الحارث ورضيعا لهم أيضا معها، وكانت معها أتان، الأتان أنثى الحمار أكرمكم الله، وكان معها ناقة، الناقة ليس في ضرعها قطرة لبن، وكان أتانها متخلفا عن الركب، حمارتها أكرمكم الله لا تمشي من هزالها وضعفها، وكانت هي وزوجها يبيتان في أسوأ لياليهما من الجوع والعطش، لا يكاد رضيعهما يسكت عن بكائه وصراخه، فلا هو ينام ولا يدعهما يناماً. ثم قدر الله عز وجل أن كل امرأة من جئنا معها قد حظيت برضيع لها. وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرضعته قليلا وانقطع اللبن كانت تعرضه على المرضعات، وكل مرضعة ترده ليتمه وفقره صلى الله عليه وسلم، لأنه الرضع ليش طمعا في مال أهله، فعندما يعرفنا تعرف النسوة أنه فقير ومعدم يزهدن فيه. فعندما أفلست حليمة أن تجد رضيعا لها، وأخذت صويحباتها رضيعا، كل واحدة أخذ رضيعا لها، كره زوجها الحارث ابن عبد العزة أن يرجع خالي اليدين، فقال لحليمة لو عدنا إلى ذلك الغلام اليتيم فأخذتيه، عل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. وفعلا رجعت حليمة وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن وضعته في حجرها وأقبل على ثديها در اللبن مباشرة، فشربه صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى، ثم شرب أخوه ابن حليمة حتى ارتوى، قام زوجها إلى ناضحهم إلى الناقة وقد امتلأ ضرعها، فحلب وشرب وباتا في خير ليلة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن زوجها يقول لحليمة والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة صلى الله عليه وسلم. في الصباح ارتحلت القافلة إلى ديار بني سعد، إلى ديار بني سعد نعم بكر بن هوازن، ومن جملتهم حليمة، فكانت أتانها الحمارة لحليمة وهي عليها وفي حجرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه ابن حليمة عند أبيه الحارث بن العزة، فكانت الأتان تسرع إسراعا عظيما حتى
حتى تجاوزت القافلة، فكانت النسوة تقول لحليمة: أهذه أتانك؟ قالت: بلى. قالت: والله إن لها لشأنا. عادت هذه القافلة إلى ديار بني سعد، ورأت حليمة وزوجها بل جميع من كان في بوادي ديار بني سعد، رأوا عجبا عجابا. الزمان زمان قحط وجدب، لا تكاد أن تجد قطرة ماء أو قطرة لبن في ضرع أو عشبة هنا وهناك، ومع ذلك كانت غنم حليمة تسرح جياعا وتروح بطانا إلى نهاية الرعي، ترجع وقد امتلأ ضرعها وسمنت وكثر لحمها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت حليمة وأيقنت أنها قد أخذت نسمة مباركة، فأرضعته لسنتين كاملتين في ديار بني سعد. وخلال هذه السنتين كل 6 شهور ترجع فيه لمكة لتمكث أياما قليلة لتراه أمه آمنة، ثم ترجع مرة أخرى إلى ديار بني سعد حتى انتهت سنة الفطام. فطم النبي صلى الله عليه وسلم، وفطام معروف أن يقطع اللبن عن الطفل فلا يعتمد على اللبن فقط وإنما يأكل. وآن الموعد الآن أن تعيد حليمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وهي لا ترغب، هي تريد أن يبقى عندها لبركته. فاتفقت هي وزوجها أن يضغط قدر استطاعتهما على أم النبي صلى الله عليه وسلم لترضى أن تبقي النبي صلى الله عليه وسلم معهما. وفعلا رجعت حليمة وألحت على أم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أقنعتها وخوفتها، قالت: إلى الآن ولا يزال طفل صغيرا، وتعرفين مكة والمدن ممتلئة بالأوبئة والأمراض، طبعا هي تبالغ، وما رأيك لو بقي عندنا لسنتين أخريين ليشتد عوده ويتقوى؟ وبطبيعة الحال الأم دائما تغلب مصلحة الابن على مصلحتها، فاقتنعت بأن بقاءها في ديار بني سعد أسلم وأصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فوافقت. رجعت حليمة مغتبطة ومسرورة بأن استطاعت أن تقنع أم النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عندهم سنتين أخريين. وخلال هذه السنتين وقعت حادثة عجيبة غريبة. كان عليه الصلاة والسلام يلعب مع الغلمان في ديار بني سعد، جاءه جبريل عليه السلام ثم أخذه من وسط الغلمان. طبعا الغلمان فروا لأن جبريل جاءه في صورة بشر، فخاف الأولاد الصغار من هذا الرجل الغريب ففروا، فأخذه وطرحه أرضا وشق صدره صلوات الله وسلامه، وهذا حديث ثابت، ثم استخرج قلبه وأخرج منه ما فيه من سواد وحظ للشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاد صدره مرة أخرى ولأمه صلى الله عليه وسلم ليتحمل أعباء الدعوة والرسالة فيما بعد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أمانة تنكصت لها أو لم تتحملها السماوات والأرض والجبال، وأخذها الإنسان وتحملها، إنه كان ظلوما جهولا. بعد ذلك قام صلى الله عليه وسلم وقد أسرع الغلمان مباشرة إلى حليمة وقالوا لها: قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت تهرول مسرعة هي وزوجها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي وقد انتقع لونه صلى الله عليه وسلم، تغير ويعني من الخوف، لكن لا يعلم ما الذي وقع له. يقول أنس رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكنت يعني في المدينة عندما في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم، يقول: وكنت أرى إلى موضع ذلك الشق في صدره صلى الله عليه وسلم، يعني مثل آثار العملية شلون إذا التأمت الخياط، هكذا يكون صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اتخذت حليمة قرارا أن تعيده إلى أمه، ولا تريد أن يعني يقع لها مشاكل مثل هذه الواقعة.
أعادته إلى أمه. طبعا أمه يعني استغربت بين تحول هذا الموقف، قبل فترة كنت تروحين الآن فجأة، اعتذرت حليمة بأعذار. المهم أعادته إلى أمه، كان عمره 4 سنوات، استقر مع أمه لسنتين كاملتين صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر عنه صلى الله عليه وسلم يعني أحداث في هاتين السنتين، إلا أنه في آخر هاتين السنتين يعني عندما ناهز 6 من عمره صلى الله عليه وسلم، أرادت أمه آمنة أن تذهب إلى أخواله من بني النجار، وقلنا بني النجار هم أخوال عبد المطلب ابن هاشم الذي كان اسمه شيبة، ونشأ عند أخواله من بني عدي من النجار في المدينة، الذين أيضا نزل عندهم أو نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مهاجرا، وأحاطوه بالسيوف ونصروه في أول مقدمه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. المهم ذهبت مع جده عبد المطلب إلى أخواله من بني عدي من النجار في المدينة، مكث عندهم هو وأمه وجد عبد المطلب ما شاء الله عند أخواله. ثم في طريق عودتهم إلى مكة مرضت أمه آمنة وتوفيت، ودفنت بالأبواء، والأبواء منطقة بين مكة والمدينة. فزاد حب عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عطفه وشفقته عليه، قد افتقد أباه وهو جنين في بطن أمه، والآن يفتقد أمه أو يفتقد أمه، فنشأ يتيم الأم والأب صلى الله عليه وسلم. أصبح عبد المطلب يقربه أكثر وأكثر ويتعلق فيه أكثر وأكثر، وكان يجلسهم بجانبه، وكان لا يجلس أحد عادة بجانبه وعلى فراشه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد 2 أيضا، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، أيضا حضرت الوفاة جده عبد المطلب. إذن من رضاعته إلى 4 سنوات في ديار بني سعد، ومن 4 إلى 6 سنوات في كفالة أمه، ومن 6 إلى 8 سنوات في كفالة جده عبد المطلب، حضرته الوفاة عبد المطلب، وأيقن أنه سيفارق الحياة، فأوصى ابنه أبا طالب خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر ابنه أبا طالب أن يكفل النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل بعد وفاة جده عبد المطلب إلى كفالة عمه أبي طالب. كان أبو طالب هذا الشيخ المفضال كان فقيرا قليل المال، ومع ذلك كان كثير العيال، عنده أولاد كثر، وضم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فزاد هذا الأمر. ولكن بمجرد أن انضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عم أبي طالب، وقد حلت البركة في مال أبي طالب، فكانت اللقمة اليسيرة التي لا تكفيهم وهم كثر أصبحت تكفيهم لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم قنوعا خفيف النفس خفيف الظل، حبيبا هينا سمحا لينا، يحبه كل من عاشره صلى الله عليه وسلم، ولا عجب في ذلك، فإنه زكاه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. عند عمه أبي طالب أيضا كان يحبه حبا عظيما ويقربه، وكان يعمل صلى الله عليه وسلم، كان يعمل في الرعي، رعي الماشية صلى الله عليه وسلم، كان يرعاها على قراريط يعني 1/3 دينار أو 1/4 دينار في ذلك الوقت. ثم بلغ 12، فأراد عمه أن يسافر إلى التجارة إلى الشام كعادة أهل مكة كما قلنا. السفر إلى الشام يأخذ وقتا طويلا، 1 شهر تقريبا أو يزيد على ذلك. فأشفق أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف من نفسه أنه لا يصبر على فراقه، فما كان من أبي طالب إلا أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه،
في رحلته إلى الشام، وكان عمره 12 سنة. في ذهابه إلى الشام وقع لهم موقف غريب. عندما وصلت القافلة إلى بصرة، وبصرة في الشام، هناك في منطقة يقيم فيها راهب من الرهبان يقال له بحيرة. هذا بحيرة الراهب قيل أنه كان نصرانيا وقيل كان يهوديا، لكنه كان مخالفا لما عليه اعتقاد الكنيسة. كان لا يقول ولا ينسب الربوبية لعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقول عيسى ابن الرب، ولا يقول عن مريم عليه السلام أنها أم الرب. كان يخالفهم، فطرد من الكنيسة في الشام، ثم استقر بسيناء، بكنيسة في سيناء. أيضا كان يظهر بالإضافة لهذه العقيدة المخالفة لما عليه النصارى من ادعاء اللاهوت في عيسى عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أيضا كان يمارس شيئا من السحر والشعوذة ويعرف قراءة النجوم إلى غير ذلك. فطارده القس الذي طرده إلى سيناء، وكتب إلى كبير الرهبان في سيناء أن اطرد هذا الراهب، فطرد مرة أخرى من سيناء واستقر في صحراء الجزيرة في بصرة أو قريبا من بصرة. بنى له صومعة مثل مكان، غرفة صغيرة، وهذا معروف عند النصارى يترهبنون، يعني يترهبنون بها وينقطعون عن الدنيا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فجلس في هذه الصومعة تمر به القوافل في رواحها ومجيئها. فعندما نزلت قافلة قريش التي كان فيها أبو طالب وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليهم بحيرة من صومعته، أتاهم وقام بضيافتهم وإكرامهم، ثم أخذ هذا بحيرة يقلب النظر في الوجوه، في وجوه القافلة، كأنه يبحث عن شيء ما. فقال لهم، قال لأبي طالب، قال هل معكم أحد؟ قال لا، بس إحنا الموجودين، سوى ابن أخ لي صغير قد تركناه عند متاعنا، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بحيرة أو طلب بحيرة من أبي طالب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أقبل صلى الله عليه وسلم رآه بحيرة وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا له وما علمك بذلك؟ كيف تقول هذا الكلام؟ يعني على أي أساس قلت هذا الكلام؟ فقال بحيرة إنكم حين أشرفتم من العقبة، العقبة جبل صغير، أقبلتم ورأيتكم من بعيد، قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا. قال ولا يسجدان، أي الشجر والحجر، إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتابنا. هذا الحديث إلى هذه الكلمة رواه الترمذي رحمه الله، وقد صحح جمع أهل العلم منهم الشيخ ناصر رحمه الله. هذا الخاتم، خاتم النبوة الذي جاء وصفه في الشمائل المحمدية، مثل بيضة الحمامة، وهي عبارة عن شعرات مجتمعات، يعني قريب من حبة الخال، شلون شعرات مجتمعات تكون بين كتفيه. فعرف بحيرة بهاتين العلامتين، بخاتم النبوة الذي وجده بين ظهره أو بين كتفيه على ظهره، وبسجود الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي. ثم بعد ذلك، بعد أن أكرمهم في ضيافتهم وهم يقرؤون في كتبهم، وهناك نصوص كثيرة كثيرة في التوراة والإنجيل، يعني في العهد القديم والعهد الجديد، تبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا مذكور أيضا في قرآننا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو أحمد ومحمد، كل هذه من أسمائه، وله أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، نبي الملحمة، القافي، الحاشر،
أسماء كثيرة له صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نصح بحيرة النبي نصح بحيرة أبا طالب أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولا يقدم به الشام. قال لماذا؟ قال فإن فيها يهود وإني أخاف عليه من اليهود، فإن اليهود ما يحتاج، تاريخهم أسود، هم قتلة الأنبياء والمرسلين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا هو حالهم. وفعلا قام أبو طالب وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم، شب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أمرين اثنين، شهد حرب الفجار، وقعت هذه الحرب بين بطون قريش، وسميت حرب الفجار بحرب الفجار لأنهم كانوا يقتتلون في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة فرض وواحد سرد، قال سبحانه منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فانتهكوا حرمة أشهر الحرم فتقاتلوا، فلذلك تسمى هذه الحرب بحرب الفجار. وحرب الفجار بالمناسبة وقعت أربع مرات في الجاهلية، لكن الثلاث الأولى لم يكن بينهم قتال، إنما فقط مناوشات، لكن الحرب الرابعة وقع قتال، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، وكان يعين أعمامه بالنبل ليرموا خصومهم. طبعا هو ما كان يعلم أن هذا الأمر يعني أمر مخالف، إلا بعد أن أتاه الوحي من الله تبارك وتعالى. كذلك مما وقع قبيل بعثته من الأمور المهمة حلف الفضول، وهذا الحلف وقع في دار عبد الله بن جدعان. وهذا عبد الله بن جدعان كان رجلا مفضالا، يعني عبد الله بن جدعان مثل حاتم الطائي، حاتم الطائي عند طي شمر، معروف حاتم الطائي أنه معروف بالكرم، وحتى تضرب به يضرب به المثل، يقول كرم حاتمي، كان هذا الرجل سحاء يكرم الضيفان، شيء من فطرة هكذا من الله تبارك وتعالى هذا الرجل. فعبد الله بن جدعان في مكة كان مثل حاتم الطائي، كان يكرم الضيف، يعين على نواب الحق، يغيث الملهوف، يعين المنكسر. فقام هذا الرجل المفضال الذي كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا الرجل يريد أن يؤلف بين القلوب، رجل خير، فجمع زعماء قريش في داره، في دار عبد الله بن جدعان، وكتبوا حلفا. هذا الحلف ينص على أنهم يقومون بنصرة ومساعدة وإغاثة كل إنسان يقع عليه شيء من الظلم أو الضرر بمكة، وفعلا تحالفوا وتناصروا على ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. حلم عظيم أو حلف عظيم يدعو مكارم الأخلاق والنصرة. طبعا هذا ابن جدعان ليس بمسلم، بل أشد من هذا، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، ابن جدعان يعني رجل كان يفعل ويفعل من الخير، هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو في نار الجحيم صلى الله عليه وسلم والعافية. ولكنه كان صاحب أخلاق فاضلة، لكن لم يكن موحدا على أساس التوحيد. الأمر الأخير أيها الإخوة الذي نختم به، أنه كما قلنا في نشأته نشأ يتيما في كفالة عمه أبي طالب، إلى أن بلغ مبلغ الفتوة والرجال عليه الصلاة والسلام أخذ يرعى الغنم، يعني لم يكن يعيش عالة، يقول خلاص والله أنا عند عمي وكبر المخدة ويصرف علي، فرعى الغنم على قراريط كما قلت لكم، بل قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك
وهو يذكر بعض هذه الأحداث لأصحابه والمراحل التي يعني قصة يعني سيرة ذاتية يسوقها لأصحابه ليتعلموا، فذكر لهم أمورا فقال بعضهم: كأنك يا رسول الله رعيت الغنم. قال: وما من نبي إلا رعاها. من هداية الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله أنه وفقهم، أستطيع أن أقول وفقهم، لأن في هذه المهنة على وجه الخصوص ينعكس على الإنسان تتهذب روحه تواضع. أيضا قال يعني واحد قد يقول قائل: إخوان الآن إيش معنى ليش زين ما رعى الإبل؟ لا، في فرق. الإبل بطبيعتها شرود، وفيها من الغلظة والشدة ما الله به عليه، ولذلك بين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: الغلظة والشدة في أهل الإبل، وقال: السكينة في أهل الغنم، وتجد الفخر والخيلاء في أهل الخيل. ليس دائما يعني مو يفهم من كلامي اللي عند حصان يعني مغرور، أنا ما أقول الكلام هذا، لكن أقول غالبا كذلك، غالبا تجد الغلظة والفظاظة والشدة في أهل الإبل، بينما تجد السكينة في أهل الغنم. والتعلم على 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 السيطرة وقيادة وسوق الغنم في تناثرها وتشتتها يربي الإنسان على أن يسيطر فيما بعد في دعوته على البشر، لأنهم ذو مشارب شتى. هذه من الحكم التي جعل الله تبارك وتعالى الأنبياء يرعون الغنم. نختم بذلك أنه هنا يعني قد تكون كما نسميه باللغة المعاصرة نقلة، نقلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تأمل كل حياته: فقر، كفالة، رعاية غنم، يعني أمور متواضعة، وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الآن عندما بلغ مبلغ الرجال نقل في حياته، انتقل إلى التجارة، وهناك جمع من الأنبياء كانوا تجارا، يعني إبراهيم عليه السلام كان تاجرا للقماش، يبيع ويشتري، فانتقل إلى التجارة يعني شيء بسيط، وانتشر صيته بالصدق والأمانة، وكان يلقب بالصادق الأمين كما تعلمون. عندها ظهر اسم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كيف أنها أو كيف كان بدء التعامل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان زواجها هذا الزواج الميمون من هذه المرأة المباركة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.